بدي اشيل اذا في شهيد كمان بنجيبه ولا انا اسمي محمد مكاوي متطوع في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني منذ 10 سنوات. الحرب هذه من أصعب الحروب لأنه في أول 3 أيام كانت كمية الشهداء الموجودة وكمية الدمار الموجود يعادل 4 أو 5 حروب اللي خضناها أو شاركنا فيها. طبعا احنا بعد كل حالة نسجل الأسماء، نحاول نأخذ قدر المستطاع بحيث يكون عندنا توثيق، هذا خاص فينا كهلال. شباب ولا مصلى؟ ضابط الإسعاف رامي خميس موسى علي. أهلي في منطقة اسمها خان يونس جنوب قطاع غزة، وأنا في شمال قطاع غزة، بيني وبينهم مسافة كبيرة. كل ما يصير تصعيد ويصير حرب بناتي بمسكوا فيي، لا يا بابا ما تروح تتصاب كمان مرة، بدناش نفقدك، فيش إلا لنا إلا إلك. هاي البراج، البراج جي جي، صور 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 صور، راح البراج يعني. يا ناطي ما بيدفعنا انه احنا نوقف عن عملنا الانساني، احنا مستمرين في عملنا. احنا رسالتنا واضحه في كضباط اسعاف في جمعيه الهلال الاحمر، نحن نعمل على مبادئ ونعمل بروح الانسانيه. صواريخ تحرق الاشخاص حرق، يعني مشاهد ما في اي شيء بيعبر عن هذه عن هذا الشعور. صحيح صحيح 5-5. على هاي البنت يا نصها يا اما كلها، هاي بتستنى. هذه بنت مين؟ بنت محمد. هذا محمد، هذا محمود. هذا محمود تمام. البنت هاي شباب بسحبوا فيها قاعدين. حط في ياد، ياد في كمان في اشلاء بنت عندك، حطها معها. وأثناء تعاملنا مع الأطفال، أول ما بنتذكر يعني تحمل طفل يكون عنده أشلاء وتحمله بين يديك، تتذكر وانت حامل ابنك. امسح امسح، هاي أنا في دم. والله تعبنا، احنا شفنا مناظر كتير، والله بدنا علاج نفسي لمدة سنة، سنة كاملة ما بكفينا كطواقة الإسعافية. الكتل اللي شفناه من كتل المعاناة اللي عانيناها. حرام يا عم اللي بصير، حرام. يا سيل، يا بابا كيف حالك؟ ايش اخبارك؟ اسمع. يا بابا ان شاء الله دلوقتي بدا عليك وبعد بكره في وسط بدا عليك يا بابا. ان شاء الله. دير بالك عن حالك. شباب
وين؟ الو هاي بدي ابعث لك اياه. مين غاز؟